طبعا الاجتماع اليوم في الجزائر هو جاء بالتعاون مع البرلمان، اتحاد البرلمان الدولي. أعتقد أن اتحاد البرلمان الدولي رأى أن الجزائر لها تجارب كبيرة في مثل التطرف والإرهاب، ولها من الخبرة الكافية لانعقاد مثل هذا المؤتمر، وخاصة أن جميع الدول يعني شفتها شاركت اليوم في المؤتمر. فأرجو من الله أنها تستفيد من تجربة الجزائر، وأن تكون هناك حلول كبيرة في مثل هذه الاجتماعات إن شاء الله.